ولهذا حنا نقول ان الحوار هذا بالطرف والخطر الحوار الحوار الدار بين السيد عدنان منصر والسيد سمير الوافي هو في الحقيقة تطرق لعدة مواضيع. في المواضيع هذه الكل بالنسبة لي يعني ثم زوز مواضيع تخصني، ثم موضوع هو شخصي يكون ولهذا وحسب اعتقادي هو زاد ما عندوش ثانوي نعتبره ما دامت الانتقادات ولا حتى الادعاءات هي في حدود معقوله في حدود اللياقه، وفي هذا ما تعرف اللي يقبل مسؤوليه كما هذاك في الوقت هذاك راهو يكون قابل برشا حوايج، ولهذا ما قال في البارتي دي ريسك دي ميتي ما عنديش اشكال. اما الموضوع الهام والمواضيع الهامه حسب اعتقادي اللي هي جوهريه حسب اعتقادي اللي هي تمس بالمؤسسه العسكريه والمؤسسات الاخرى، ما عندي الحق نتحكم كان عن المؤسسه العسكريه. والحاجه الاخرى كان في الفترة اللي ترأستها ولا نال الشرف باش ترأستها اللي هي الفترة اللي تمتد من 28 جانفي 2011 إلى 13 مارس 2013. وخاصة المواضيع اللي يمكن اللي فيها ادعاءات واتهامات اللي مغلوطة ولا أساس من صح نتعرضوا له هذا كل شيء، ولا يمكن تمس بالمؤسسة ومواصلة العمل بتاعها. ولهذا نرجع للتقطيب تغطيه الحدث هذا هي جنازه المرحوم شكري بالعيد. كيفاش تمت العمليه بالتحديد يعني سي عبد الكريم؟ بالتحديد العمليه بالتحديد تمت كالاتي قبل كل شيء، الشيء اللي نحب ناكد عليه ولا اول مره حاب نقوله اللي هو مكتب بتاع وزير الدفاع الوطني كان مفتوح لكل الفئات الحزبيه والسياسيه وحتى للاشخاص اللي عندهم مشاكل اللي تهم الوضع في السجون وقت اللي كانوا شو اسمها كانوا في السجون وقت اللي كانت في العوينه كان في حال في ايقاف، كنت حتى عائلات اللي قبلتها في المكتب بتاعي. ولهذا المرحوم شكري بالعيد كان من الاشخاص اللي كان عنده بصفه دوريه لقاءات باش يعرف الوضعيه الامنيه، وكيف ما عديد من الشخصيات الحزبيه ما نحبش نسمي على خاطر حاب ننسى منهم، ولهذا كنت باتصال قريب واضح وللمرحوم شكري بالعيد. ولهذا في المرحوم شكري بالعيد توفى يوم 6 فيفري، يوم 7 فيفري يكلمني السيد الاستاذ شوق الطبيب وعميد المحامين وقتها المحامين عمادة المحامين ويطلبوا مني فماش امكانيه باش نأمنوا موقف دفن مرحوم شكري بالعيد. يعني الاتصال جاء من عمادة المحامين سعد؟ عمادة المحامين من عمادة مش من رئاسة الجمهورية، من عمادة المحامين، وكما قلت لك من السيد رئيس العمادة فما استاذ عبادة زاد كيف اذا كان الذاكرة بتاعي صحيحة هما تلهاو بالامور التنظيميه هذه مع وزاره الدفاع. وزير الدفاع الشعمل كلم السيد رئيس الجمهوريه يقول له الا تطلبوا منا عماده الاطباء باش نامنوا عماده المحامين اي عماده المحامين باش نامنوا موقف دفن الشهيد شكري بالعيد. وكل مانا رحب بالسماء وقال لي بيان سور ويفوت وفير ترى حتى طلبوني في موضوع اخر في مكان الدفن والكل، قلت لهم الحقيقه لا يتعدى مشمولاتي، ويظهر لي السيد رئيس الجمهوريه هو لا تدخل باش عينه ممكن موضع تاع الدفن والكل. دونك حبيت نقول راه هذا صار بالتنسيق مع السيد رئيس الجمهوريه. نحب ناكد هنا ملاحظه اللي هي هامه وهامه جدا، ما صارتش لا في اطار لا تعليمات ولا تسخير، كانت اتصالات هاتفية يومية محسوب متواصلة باش نأمنوا الأمور هذه. ولهذا علاش نحكي خاطر ركزنا على النقطة هذه بين ولا هي فماش تعليمات كذا بالضبط، كانش فما تعليمات، فما كان اللي هو فما عمل تنسيقي بين رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني. والحاجة الأخرى اللي حبيت نقولها ما فماش حتى مكان حتى لشخص آخر، وخاصة فيما عودها إذا كان هو يكون ناطق رسمي نتاع حزب الأحزاب وعضو في الحكومة باش يوظف العمل العسكري
لصالح حزب الأحزاب ولا طيف من الأطياف السياسية. هذا نحب نأكد عليه، ولهذا الشيء اللي قال مع العلم، وهذه فرصة باش نحب نحيي الباحث في هذه بن عباس، أن اللبس الكل رفع يوم الغد من غدويكا، فحكينا مع بعضنا في الموضوع هذا، ولهذا مع سماحة الباحث وسي شو اسمه هادي بن عباس فهم شنو بالضبط التدخل نتاعي وعلاش تدخل، واعتذر حتى كانت تذكر وحتى في الشتيمة على البلاتو اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك الامور هذه ما حدش نرجع لها، ولهذا باش حتى هو نستعملوا محسوب حتى كلمه تمرد الكل. هو التمرد هذا سيد عدنان منصر هو استاذ في التاريخ والتاريخ العربيه، التمرد هذا لا سيبورديناسيون هذه راهي يعني مش عسكري باش نبدا متمرد ولا أنا في بوردوني. الحاجة الوحيدة عندي رأي في الموضوع، والحاجة الأخرى اللي زلنا نعرفوها ويعرفها هو راهو يعني علاقتي مع السيد رئيس الجمهورية مش من حيث السيد وزير الدفاع الوطني، راهو علاقة قال هو أو المجلس تاع شو اسمه المجلس الأعلى للجيوش وقت اللي قدمني للجماعة قال ما عادش تعرف ولا صديقي وخويا وكذا. حبيت نقول العلاقات راهي قديمة، ولهذا فما برشا حوايج نجموا مع بعضنا نتصرفوا فيها من غير ما نستعملوا بروتوكولات وغير ما نستعملوا ديغون. دونك الأمور هذه حبيت نأكد عليها. واضح. ومن أقرب الناس لبعضنا كنا وقت اللي كان في كلية الطب شهادته. والحاجة الأخرى نأكد عليها، واش قعدتني بعد حكومة السيد الباجي خالد السبسي في الحقيقة نمشي على روحي. وقلت نمشي على روحي. وفهم الاطراف الكل وخاصه نحب ناكد عليها السيد رئيس الجمهوريه سي منصور المرزوقي هو اللي اكد عليا تاكيد شديد باش نقعد باش نواصل العمل نتاعي. هو انا يجيش واحد اللي عنده مشكله معاه يقول له اقعد معايا. واضح. هذا مش موجود. الحاجه الثانيه في عديد المناسبات حبيت نمشي على روحي وهو شدني وحب نرجع للموضوع هذا، ولهذا دونك ما فما حتى مشكل شخصي بينك وبين رئيس الجمهورية. ما تردد في بعض وسائل الإعلام وخاصة المكتوبة اللي كانت في موثق وكذا، أبدا كنت من أقرب الناس ليه، وكان حتى العدد بتاعنا قليل برشا في الظروف هذيك شعنا فيه هذا كله كان نتجاوزه. ولهذا الموكب الدفن في مراحل موكب الدفن التأمين نتاعها صار بالتنسيق التام مع السيد رئيس الجمهورية مباشرة. واضح. مباشرة، ونحب نأكد عليها الأمور هذه. شنو تهمنا في شو اسمها؟ فهمنا باش نحب نأمنوا المراحل الكل، ومن بين المراحل هذوما زاد هذه نحب نأكد عليها، فما أمور عندي يعني عندها أهمية كبيرة، هو حبيت باش نعمل فيلم وثائقي على جنازة الشهيد في كل مراحلها من منطقة جبل جلوت حتى مقبرة الجلاس. علاش؟ هذا بالنسبة لي يعني الفيلم هذاك حب يقعد هو المرجع لا ريفيرونس. كما تعرفش تعرف ولا لا، وزارة الدفاع الوطني فما إدارة كبيرة اسمها إدارة عامة للإعلام والتوثيق العسكري. ولهذا بالنسبة لي هيك الفيلم هذاك حب يقعد على خاطر حب يشوفوه بعد 50 سنة و100 سنة و200 سنة، كيما كيما نحكيو على الشهيد على المرحوم الشهيد فرحات حشاد تو، وكل فيلم هذاك هو ريفيرونس لا ينجم واحد يقص منه ولا يزيد فيه ولا ينقص فيه ولا يوري شنو يحب وينقص شنو يحب. ولهذا هذا هو كان مبدا. وهذا فعلاش بنعملوه؟ بنعملوه في الطياره، خاطر ما تعرفوا ثم تجمعات الكل، ثم التامين يصير الطائره العسكريه عموديه هليكوبتر، وكليكوبتر هذيك تحلق كما تشوفوها وين ثم تجمعات ولا كذا. وكان الامر كذلك ونهار هذا ثم طياره واحد. مش عملنا فريق التصوير اللي حب يقام بالمهمه هذه هو فريق عسكري اللي تابع لاداره الاعلام والتوثيق، وهو في اون تام في نفس الوقت يأمن في الجنازه في الموكب، اون تام يصور في المراحل تاع الجنازه الكل كان من جبل الجلود حتى الجلاس. هذا شنو كيفاش صار؟ السؤال نتاعك هذا هو قول لي كيفاش صار؟ هذا كيفاش صار؟ التنسيق من بين وزاره الدفاع والسيد رئيس الجمهوريه بعد الطلب تأمين الموكب من طرف عماده المحاماه. المحامين. واضح. سي عبد الكريم، علاش البارح سمعنا كلام انه انك انت عطيت القناه نسمه طائره خاصه لتصوير، يعني علاش زيد وضح لنا باش الناس تفهم كيفاش صارت العمليه. ساعه قبل كل شيء يعني حسب اعتقادي نسمه من ما كنتش نعرف لاني وليت شريك في نسمه من البدايه بالبارح. فهمتني؟ هذه امور اخرى نشوفوها فيما بعد. والحاجه الاخرى نحب ناكد عليها راهو نسمه من اول القنوات
الا سبتنا وشتمتنا في المؤسسه العسكريه. ولهذا ما عنديش نجم تكون عندي حلاقه خاصه ولا خصوصيه مع قناه نسمه. ثلاثة شهور بعد بيان تاع وزاره الدفاع الوطني ثم برنامج بين السبعة والثمانية كانت ثم منشطة ربي يذكرها بالخير ما نسميش اسمها، كنا في مهمة واني السيد رئيس أركان الجيوش بشان القطر في مهمة كساعة عنا في الحدود الليبية عنا مشاكل كبيرة فهمتني، وفوجئنا ورغم أننا على الزيارة وكله لازم تذكروها ما فيها باس، الذكرى تنفع المؤمنين فهمتني. تلفت قالت راهم مشاو لقطر باش عندهم لقاء مع رئيس السابق، وسكتنا وقبلنا على خاطر ماشي من مبدا نتاعي قبل المهمه ذيك في الوقت ذاك لازم يقبل كل شيء. عاد ولهذا قناه نسمه عمرها ما كانت قناه اللي هي محسوب في عديد المناسبات مش عارف في الامور هذه حبيت نقول ما عندناش علاقات خاصه ولا خصوصيه مع قناه نسمه ولا القناه الاخرى. ولهذا عمرها لو كان المؤثر العسكري في حياتها اعطات طائره عسكريه للقناه من القنوات لا نسمه ولا غيرها. اكثر من هكا. ساعات تقول فما حدث هام ولا كذا فما اعلاميين يطلبوا باش يمشيوا مع اذا كان فما اماكن فما بلايص في الطيارات. وكانت زعما نقولها واني نمن بها كيك يعني هذاك هو ايماني. كانت الاولويه المطلقه هي للوطني والساده المسؤولين والسيدات والساده المسؤولين على القناه الوطنيه ينجموا ياكدوا الشيء هذا. وكان عندي حاجه اخرى ميدانيا في الحدود الليبيه كان سي خميس بلطان الله يذكره بالخير كان هذاك هو عنده عندهم التعليمات باش يسهل التنقل نتاعه ومجال العمل نتاعه والكل والكل على خاطر نمن السيد هذاك في ظروف صعيبه واللي هو قاعد يعطي في المعلومه الصحيحه وكذا كذا. ولهذا باش تبدا الامور واضحه ما عندنا حتى اختيار مع حتى قناه، واذا كانت تقول لي فما اولويه نقول لك القناه الوطنيه يعني ما كانتش فما اولويه لقناه دون اخرى اللي حب يعدي الصور انت قلت له تفضل عدي الصور ابدا. دونك حاب ناكد على الشيء الوحده هذه شنو اللي صار؟ يوم سبعه الشهيد توفى يوم سته، يوم سبعه جينا فاكس على طريق الفاكس مطلب من قناه نسمه. شنو نقول المطلب هذا؟ يحبوا تاجير طياره عسكريه باش يقوموا بالبث وتصوير موكب الدفن. كان الجواب بالنسبه لنا احنا غير ممكن على خاطر اولا الساعه ماهوش من عادات المؤسسه العسكريه باش تشتكي الطيارات، وحول الطيارات اللي عندنا راهو عندنا حاجيات اخرى لان ما احناش في شو يسمى ما احناش ماهوش ممكن. واضح. ولهذا كان الرفض. واسمعوا الامور هذه كل مدونه راهو. يعني المؤسسه العسكريه اللي يعجبك فيها راهو كل شيء مدون. اما كتابيا ولا سمعيا حتى راهو المكالمات مسجله. ولهذا باش تبدا الامور واضحه كل وضوح، ولهذا باش تثبتوا فيه الامور هذه في كل وقت. واضح. ولهذا قلنا لا مش ممكن. تعتالي على طريق الهاتف جات مكالمه. ما عندي شكون شو اسمه الطلب ونجم نعطيك الشفافيه التامه. السيده لبنى الظاهري. لبنى الظاهري مديره الانتاج. هذه الفاكس الاولاني جاء، تعتالي عن طريق الهاتف. يقولوا فماش امكانيه باش ناجروا طائره خاصه من سوسيتي بريفي. باش كيف كيف التخطيط الحدث قلنا لهم لا ريزون كي تري سامبل السبب هو نحبوا سلامه الفضاء الجوي على خاطر بالنسبه لنا احنا الطائرات تاعنا هي اللي حتكون بالتامين. ولهذا دونك حبيت نقول لك حتى الطلب الثاني رفضناه. بعدين جات مطلب اخر. مطلب اخر شنو يقولوا؟ يقولوا فماش امكانيه باش نستغلوا السطح ولا لو 11 ايتاج لوبيتال ميليتير. كما تعرفوا لوبيتال ميليتير يعطي مباشره على مدخل الجلاس.